Hello guys, I hope you're doing fine and your day is going good. Welcome back to my YouTube channel. So حتى صورت الفيديو وساليتو ورجعت من my بيسي عاد لقيت بلي ما دايرش انترو and I need to do one باش نشرح لكم فيديو اتسابق وخليكم باين من العنوان. مشيت عند my بيسي وكانت بغا تفرح بيا مني ما كانت تقول لي بلي بغا تصايب لي يا بسطيلة. So she did it for me when I went there to visit her. وهي نخليكم مع الفيديو. الحاجة اللي نجاوب بها هي الدجاج اللي يتصل بالملح يعني جبير هذه اخ جوج البصلات درت بصلة ونص مشلضين وبصلة ونص اللي بقى درت شو ترونشات رقاقين علاش كتبقى شويه باينه بصله ما ماما كدير الزيت انا كنطيبها بزيت العود زار خرقوم مسكين جبير ملحه كل واحد شحال كيدير حاجة عندي فوق تصوير الملوحة خش نصفر دابا نخلي شوية كيتشرمل مع البصلة حتى كتكون البصلة كتحرك رجلي كما ديالها هكا شوية ديال الربيع مربوط هكا الجن هنا تيطلق البنة ديالو بوحدها بعد ما تشحرات بقات لينا هاد المرقة هادي هاهي شحر الدجاج وخدا شوية ديال البنة خرقومات ودا ماشي ديال الدجاج و وحدة من هادو وليكم تخلطهم هنايا كنخلطهم كنخلطهم على الدجاج نخليهم في المرقة باش يذوبو باش نخليو اللوز غنمرق غا شوية حيت الدجاج دغيا كيطيب وغا واحد شوية من الجبنة هادي السلامة هنا اللي نديرو بالماء دابا كنخليو الزيت سخن شي شوية ملي سخن هاد الزيت جرب بوحدة بعدا باش مطرش عليها المهم هنا درت اللوز درت طبقة واحدة ديال السكر ها هي ماما بدات ديال السنيدة غير هو بغيت ندير طوبة باش تنزح الوقت تخليها هكا كي اللي كيعجبني كان كيعجبني تخليها كنديرو معاه شي بنات باش كنسموه وكيتعجنو وبيضة وبيضة خضرا بيضة ونسكنو بيها شوية بالصلصة ماما خصها يجي قصح هنا هكا حيت القياس ديال القياس كله ما كاين وقت ما عندهاش ما عندوش
البودر غادي يكون ثقيل ما كاينش مشكل. المهم هاو هنا دابا هادو طابو باش غادي يبرد شويه باش نحطو. ماذا تفعلون هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون 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 اللوز قليل مش عمر انا بسطيلة ثم بسطيلة انا خالية يقولوا لك ما فرحتش بصاحبتها فين هيا فين شي باقي سخون ماما ما خصوش يكون سخون حيت غيفرت حتى الورقة. المهم كنخليو هادشي يبرد عاد كنفتو باش نديرو في البسطيلة. فرتتنا الدجاج هاد الجلاطه انا غادي ندير فيها البسطيله هو الورقه ديال البسطيله هادشي ودابا كنحطينا هنايا داك اللوز والزهر والقرفه اللي درناهم البيضه كتشدي هذا الشفر البيض الشفر البيض مع شويه ديال المزهر الشفر البيض مع شويه ديال اللوز هي كديري حتى هكا وخلاص كتشي هكا فرنسا كدور يوم غير على جناب ولكن كيخرج في الجن هكا الأول هادي الجناب هكا تقديها كدور على باش متجيش بلاصة خلي بلاصة حمرا هديك مرقاتها كتختر كتمشي مع الما زيدي لها البيض من قبل كتصايبي هي اللي كتلقى البسطيلة هي كتصدى نبقى تجي داكشي وفومي راك شي بين الفلفل صايب ولا كندوبلو هادي دابا الرز قرفة بيض نورمال ما كيجي عامر الاخت كتبغيش اللوز كون هاد الاخت انا كان غير اللوز كناكلو ولكن في الماكلة كتصدر البيض كدير البيض في جناب ديال الورقة هادي ماشي تصدى راه هادشي غير باش ندير كتصدى في الاول البيض هو اللي كيجمع لينا كلشي دابا كديري كديري ورقة واحدة أخرى من الفوق واحدة هكا باش كنسدو ورقة واحدة أخرى هاديك موجود درنا بسطيلات كتخليني نسد بسطيلات واحدة كبيرة جالسة جالسة عارفة تعلمي أختي بسم الله بسم الله كتدخل في هنا كدير البيض تما وكتدخل هاد الشانو شتك ما قلتي والو كنشد الشو تسحب فيا ما بغاش تحن في الزبان تما انا غنقاد دابا ما تخافيش
صافي وكدرت في البيض اللي بقى من الفوق كتوالا كيفاش كتقاديها مستيره مدوره تجيك شي شكل جوج الاضلاع كتوالا كي ومنانيش كتقادي خصنا نتزوج صافي الله انت خاصك خرجتي غادي نبقى دايره الله يعاون نبقى نطيب هادشي لصاحبتي الله يسهل عليك اختي في الزواج انا وانا مزيان غادي ندير عليك وقال له خويا قلت لك غندير لك الكفته ودابا قديتها لالا تبارك الله عليك سكر ولا زمر هاد هنا وستاره ديالنا غادي نديروها في الفران ومن بعد غنوري لكم كيف عجبات باش من لاطا باش بقا سخونه حنا كنطلب كل شويه باغي ناكلوش ديك الساعه وصافي ها جربوها في الدار وتقول لي كيفاش تكون